إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ربنا جل وعلا في هذه الآية يمدح هذه الأمة ويخبر يا عباد الله أنها خير أمة أخرجت للناس، ولقد أكد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى، رواه الترمذي. عباد الله، أمة الإسلام أمة عظيمة، فلكمال دينها نسخ الله سبحانه وتعالى جميع الأديان، ولا يقبل سبحانه وتعالى من أحد دينا سوى الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أمة يا عباد الله، كتابها القرآن الذي هو كلام الرحمن، نور وهدى وموعظة، جعله الله عز وجل مهيمنا على الكتب السابقة، حافظا لها وأمينا عليها، حفظه الله عز وجل من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان، كما قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وكما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أمة يا عباد الله، نبيها هو خير الأنبياء، أرسله الله جل وعلا إلى الناس كافة، وختم به النبيون. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أمة يا عباد الله، صحابة نبيها هم خير الناس بعد الأنبياء، وعلماؤها هم ورثة الأنبياء، لا يجتمعون على ضلالة، يبعث الله عز وجل على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. أمة يا عباد الله، سهل الله لها أمورها، سهل الله لها أمورها ووسع عليها، ولم يضيق عليها كالأمم السابقة، فرفع عنها الأغلال والآصار التي كانت على من قبلها، كما قال الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي تتبعه هذه الأمة، قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أمة يا عباد الله، أكرمها الله عز وجل حتى بعد ذهاب الدنيا، فإذا قامت الساعة أول من ينشق عنه القبر هو نبي هذه الأمة. أمة تعرف يا عباد الله في عرصات يوم القيامة من بين سائر الأمم ببياض في أعضاء الوضوء، فإنهم يبعثون غرًّا محجَّنين من آثار الوضوء، كما قال صلى الله عليه وسلم:
أمة يا عباد الله هي أول من تجتاز الصراط، وهي أول من تدخل الجنة قبل سائر الأمم يا عباد الله، بل إنها أكثر أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. رواه الإمام الترمذي. هؤلاء الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في الحديث المتفق عليه، بل قال صلى الله عليه وسلم: واستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. رواه الإمام أحمد. يا عباد الله، إن أمتكم التي تنتسبون إليها أمة عظيمة جدا، هي خير الأمم، فضلها الله جل وعلا على سائر الأمم. ألا فاعلموا عباد الله أن هذه الأمة قد حازت قصب السبق إلى الخيرات بنبيها صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، فهو صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية أخبر الله جل وعلا فيها أن الأسوة الحسنة في الرسول الكريم، في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله عز وجل، وهو الصراط المستقيم الذي يسلكه ويوفق إليه من كان يرجو الله واليوم الآخر. قال ابن حزم رحمه الله: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السير واحتواء محاسن الأخلاق كلها واستيفاء الفضائل بأسرها فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا أن نقتدي به، بل كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به، كما أمرنا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به في صلاته فقال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وكأمره بالاقتداء به في حجه فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. رواه الإمام مسلم. معاشر المسلمين، وإن الاقتداء والتأسي بمن سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مشروع أيضا، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم حثنا على الاقتداء بغيره ممن سار على هديه، حثنا على الاقتداء بالشيخين أبي بكر وعمر، فقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فلا بأس يا عباد الله بالاقتداء بالصحابة والاقتداء بالعلماء والصالحين من هذه الأمة على مر الأزمنة، ولا يخلو منهم زمان يا عباد الله. معاشر المسلمين، اعلموا هذا خصوصا وأن الناس في حاجة ماسة إلى القدوة الصالحة في كل زمان، ويتأكد الأمر في زماننا هذا، في زماننا هذا يا عباد الله الذي تصدر فيه الإماعات واشتهر فيه الرويبضات. انظروا يا عباد الله إلى الناس وإلى شبابنا على وجه الخصوص بمن يقتدون، وانظروا إلى وسائل الإعلام من تصدر ومن تقدم للناس. ولكأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان وهي الأمة التي فضلها الله على سائر الأمم، لكأنها قد خلت من القدوات الصالحة يا عباد الله. وليس الأمر كذلك، لكنه الجهل بالقدوة والأسوة الحسنة. وإن القلب ليتفطر حين نرى الناس يقتدون بمن يسمون بالمؤثرين في وسائط التواصل الاجتماعي، وهم يتابعون بالملايين، وأكثرهم من الفجرة والفسقة الذين يجاهرون بالمعاصي. ووالله إنهم لا يريدون خيرا للأمة ولا خيرا للناس، إنما يريدون كثرة المداخيل التي تأتيهم من كثرة المتابعين. فيا عباد الله،
يا من تنتسبون إلى هذه الأمة العظيمة، كيف يتخذ هؤلاء قدوة ومؤثرين في الناس؟ ووالله إن مجرد ذكر أسمائهم لمستقذر عند ذوي الطبائع السليمة، فكيف بالاقتداء بهم؟ ويعظم الخطب يا عباد الله إذا ألبس ذلك بالألقاب المفخمة لبعض هؤلاء الذين يقتدى بهم وهم قدوة سيئة والعياذ بالله. كما يقولون مثلا فخر العرب، من فخر العرب هذا يا عباد الله؟ فإننا نقول أولا إننا لا نفتخر بالعروبة وإنما نفتخر بالإسلام، وثانيا من فخر العرب هذا؟ أذاك الذي يحتفل بعيد المسيح مع أولاده، أو ذاك الذي يتصور مع خليلته العارية؟ وثالثا نقول إن كان للعرب فخر فليكن لسادات هذه الأمة الذين أعز الله بهم الإسلام والمسلمين كعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وغيرهم من سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. معاشر المسلمين، اتقوا الله عز وجل وانظروا قدوتكم الذين تقتدوا بهم، فيا سعادة من اقتدى بالصالحين والأخيار وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الذي يقتدي بهؤلاء يقتدي بمن يحب لله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، متفق عليه. وقال لرجل: أنت مع من أحببت. رواه البخاري من حديث أنس. أنس رضي الله تعالى عنه حين سمع هذا الحديث قال: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. فيا سعادة من اقتدى بالصالحين والأخيار، ويا تعاسة من اقتدى بالفسقة والفجار والملحدين والكفار الذين يصدق فيهم قول القائل: ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون، إن من الوصايا التي أوجه إليها الوالدين أن يحرصوا حرصًا شديدًا على أولادهم، وأن يختاروا لهم القدوة الحسنة، خصوصًا يا عباد الله ما يتعلق بالرفقاء، فليختاروا لهم رفقة الخير، وليحذِّروهم وليجنِّبوهم من رفقة الأشرار، فإن أصل تأليف الصبيان الحفظ من قرناء السوء يا عباد الله، فإن قرناء السوء سمٌ ناقعٌ وأمرٌ واقع، سواءً كانوا في الواقع أو في المواقع. فإنك يا عبد الله إذا لم تصن ولدك من رفقاء السوء فإنه سيتأثر بهم ويقتدي بهم فيفسدونه والعياذ بالله، على حد قول القائل: عن المرء سل لا تسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وأصدق منه قول نبينا صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الترمذي وأحمد. ألا فاحرصوا يا عباد الله أن تختاروا لكم ولأولادكم صحبة أهل الخير والتقى، وأن تجتنبوا صحبة أهل الشر والفساد، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي. وإني يا عباد الله إذ أتكلم عن الصاحب الحسي أتكلم أيضًا عن الصاحب المعنوي الذي هو داخل بيوتنا بإذننا، أعني يا عباد الله مواقع الشبكة العنكبوتية ووسائط التواصل المختلفة والكثيرة يا عباد الله. فانظر أخي المسلم إلى ولدك أي البرامج يتبع
ويتفرج، وانظر إليه مع من يتحدث ومن يصاحب ومن يتابع وبمن تأثر. وإياك أن تقول إني أثق بابني فتحسن به الظن، كيف تحسن به الظن وأنت تلقيه في مستنقع من المنكرات ترجو له السلامة منها بعد ذلك؟ كما قال القائل: ألقاه في اليم مكتوفا، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، احفظ أولادنا من أهل الشر يا رب العالمين. اللهم احفظهم من أهل الشر ومن كيد الفجار يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم أعنا على تربيتهم وتنشئتهم التنشئة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نفس كرب المكروبين، وفرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء برحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.